كان فيها بحال يو صاب الخوت، نتمنى تكونوا بخير. اول فيديو من بعد التحديث كتبوا لي في الكومونتير دابا كي جاكم التحديث عاد نقول لكم انا كيفاش جاني. صراحه التحديث ما والو، ما زادوا حتى شي حاجه، ما حسنوش في اللعب غير الاحداث الجداد اللي كيزيدوا وزادوا خيبوها وكفسوها، حيدوا ام بي 40 اللي كلشي كان كيلعب بها وكينشط بها في الرانك في كلاس سكواد، ماشي في الرانك زعما كنقصد كلاس سكواد كتكون زاهيه رومات بام بي 40 اللعب كيكون قيقي، وداروا لنا واحد السلاح. دابا ما علينا، بالنسبه للام بي 40 راني سولتكم المطورين، ام بي 40 ما غاديش ترجع، غادي ترجع حتى للتحديث الجاي يعني شهرين غادي نبقاو نلعبوا بهذا فيكتور هذا اللي لعبت به البارح في اللايف، وغادي تشوفوا شنو الراي ديالي على هذا السلاح. هذا السلاح غادي تشوفوا القوالب ديالو وكيفاش كذا فوقاش الضرب كذا وكذا وكذا. ونخليكم قبل ما نبداو الفيديو كالعاده، وشكرا على الدعم، وصلنا 900,000 قربنا المليون الدراري، مليون دابا مثلا هذا الفيديو يتفرجوا فيه 100,000 يباسيو ال 10 انهم يديروا ابونين وصلوا المليون في البلاصه. تنتمنى تبارطاجيو الخوت وتهبطوا ديروا لايك وتفرجوا وكتبوا لي في الكومونتير كي جاكم هذا السلاح فيكتور، واش كتجيبوا به شهادات ولا والو. كتسهل على راسك بعدا حيت عندك شو كيجبد كيجبد وكيسرح يدو. كما قلت لكم هاد اللقطات خديتهم غير من لايف، غادي تكون الكاليتي شويه ناقصه، وهذه اول مره كنلعب به، اول مره هادي اول نهار كنلعب به فيكتور. وفاش غادي نسالي غادي نقول لكم الراي ديالي، واش خايب شنو الخايب اللي فيه وشنو الزوين اللي فيه، ونعطيكم القوالب ديالو. لا 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 كاع على دروب وعلى دروب، جاك الدروب انت اللي فات. لا دخل عندي ماضي ماضي بقى عندي شوش عندي شوش الأربعة هلا هذيك هذيك غير فنش ليا فنش دابا خوتي لعبنا ضد ايوب مسلم على فكري والله الا انا لعبنا ضد ايوب اللي كان على فكري على طيش 7-0 وربي لا سلاح قربتك وميك هاد السلاح هذا. دريس واش غيخرجوا دوك اللبسات ديال ناروتو بحال اللي كيلبس هذوك يديروا الجلد؟
هذاك راه قليتي هذاك اسمو لا واحد مرة بعدو خويا قولي ولي خديت جوج دراري عفروا لي ندير دم مال هادشي شنو فيكم لعند ما ما كيبانوش غير باش طاحي ديال الخليج ما عندكم بسين الله الله دبليو كما كتعرفوا كاينين اسلحه ديال الوان شوت اسلحه ديال الخنيق اسلحه ديال الخنيق الهيد اسلحه ديال تهرس الثلج اسلحه تهرس الطوموبيلات صراحه هذا السلاح هذا جمع كلشي ماشي من غير الوان شوت هذا السلاح تيهرس الثلج كيهرس الضلوع كيهرس الريوس كيهرس كلشي اللي جيتي قدامه كيهرسو فيما حطيتيه اهم حاجه احسن حاجه داروها هو ب 1200 يعني سهله الجوج راوندات تشري جوج اسلحه ولا تقتل شي واحد وتاخذهم بجوج اللي ننصحكم ما تلعبش بواحد الا كنتي غتلعب بواحد وتشري شي شوت كان معاه لا هي تلعب بجوج هي ما تلعبش الراوند الاول لعب واحد حتى كلشي عنده واحد اما الا لعبتي انت بشوت كان والاخر عنده جوج راه يخنقك راه بحال خنقك بحال ضربك هاد دغيا كتنوكا دغيا كتنوكا ويدمجك وتدور عليك في الثلج دغيا يدخل عليك دغيا كيهرس الثلج دغيا كيدخل على بنادم يجمع بجوج يجمعك ويخنقكم بجوج واللي ما عجبنيش فيه هو انه كيتسالى دغيا يعني الا ضربتي وما حكمتيه صافي غادي تا خصك تشارجي ولا كان الاخر مكوشي عليك بزاف ما غاديش تقدر تشارجي وشنو اخر خايب فيه هو انه ما ستابلش يعني تقدر تكون كتضرب كامله حمراء وفي الاخره تجي هيد حيت راه كيضرب بجوج كما كتعرفوا دغيا السلاح كيتشتت يقدر تجي في الاخره صفراء وانت كيسحب لك راك جبتي هيد عكس ام بي 40 حمراء راه كتبقى حمراء الا حكمتي له راسو كتبقى له في راسو هذه هي الخايبه هي انه بدلو بام بي 40 هو بدلو راه بدلو بام بي 5 بتلوب ام بي 5 و بلاص ام بي 40 داروا داك السلاح الاخر حتى هو زويون الا بغيتو نديرو عليه شي فيديو اكتبوا لي في الكومونتير كي جاكم اكتبوا لي في اللايف ما حطوش في الراك كذا حطوه في كلاسيك فاش جربت دخلت السيرفر مطورين راه حطوه في شي حط كيهرس الثلج دغيا دغيا كيهرس الثلج دغيا يا الخوت وصلنا لنهايه الفيديو ما تنساوش تكتبوا لي في الكومونتير كي جاكم لعبي واخا حيدوا لي ام بي 40 حتى قديت الام الناس اللي كيتفرجوا في اللايف راهم شايفين عارفين كل شيء نولفوا على هذا فيكتور هذا الشهرين على ما يرجعوا لنا ام بي 40 ونتلاقاو في الفيديو الجاي وبيكس